أهلا بكم في قناتي. النهاردة هنرسم مع بعض رسمة جديدة للمونوكروم، وهي عبارة عن رسمة بلون واحد تكملة للفيديو اللي عملناه قبل كده، رسمة منظر للجبال باللون الأزرق. ده هيعودنا إن احنا نستخدم اللون الواحد، نطلع منه أكتر من درجة ونقدر نرسم بيه رسمة كاملة. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل الرسمة بتاعت النهاردة ايه. رسمتنا النهاردة هتكون رسمة شجر أو رسمة غابة باللون البني. هنبتدي بأقل درجة أو أفتح درجة، وبعد كده نشوف هنوصل إزاي إن احنا نعمل الرسمة بالدرجة الأغمق. أول حاجة هبل الفرشة بتاعتي كويس، وابتدي آخد درجة اللون البني اللي أنا عايزة استخدمها. وأخفها في البلد عندي أقل حاجة ممكنة. وأبتدي أرسم من النقطة البعيدة خالص في الرسمة في الورقة بتاعتي، عشان هبدأ أقرب المنظر بتاع الأشجار بالأغمق. زي ما تعودنا هنخليها تنزل على درجة افتح خالص حاجة هنا ممكنة. لو حسيت ان اللون غامق هغسل الفرشة كويس وهبدأ اخففه كده. طول ما اللون مبلول معايا ميه لسه، انا اقدر اتحكم فيه زي ما احنا شايفين ان انا اخففه زي ما انا عايزه، وافرد الالوان فيه على الرسمه. وابدا اكرر تاني برضو ان انا ارسم شجره تانيه هنا. بنفس الدرجة اللي أنا عملتها الأول من اللون البني، أنا ممكن لو خايفة إن أنا ما أكونش جايبة الدرجة مظبوط هخلي جنبي ورقة فاضية هبدأ أجرب فيها الدرجات بتاعتي قبل ما أحطها في الرسمة اللي أنا بعملها، لأن الموضوع محتاج تدريب كتير عشان أقدر أجيب بعيني الدرجة اللي أنا محتاجاها، ومحتاجش ان انا اجربها على ورقة. فلازم ايدينا تكون متعودة على تخفيف اللون كويس، وعينينا تقدر تفرق ما بين الدرجات اللي احنا بنستخدمها. بعد كده هاخد نفس الدرجة بتاعت البني بس بكمية مية أقل، وأبتدي أرسم برضو شجر بنفس الطريقة كده. اهم حاجة وانا بعمل الطبقات ديت من الافتح للاغمق اكون اتأكدت ان الطبقة الفاتحة اللي الاولانية اللي انا رسمتها نشفت تماما، عشان الطبقة الجديدة ما تسحش عليها وتبوظ شكل الرسمة.
لو حسيت ان اللون بتاعي فاتح زي ما حصل هنا كده، انا هقدر اغمقه تاني عادي. طالما الرسمة عندي لسه ما نشفتش الحتة اللي انا شغالة فيها، هزود لون وهعيد عليه تاني. انا بوزع الشجر بتاعي على حسب ما انا شايفة الرسمة بتاعتي محتاجة، ممكن احط فين الشجر عشان يديني شكل البعد بتاع الاشجار كده مع بعضها. ابتدي برضو افرد معايا نهاية الاشجار كده. واكرر نفس الخطوة تاني بكمية مية اقل ولون اكتر عشان اعمل الطبقة التالتة بتاعتي في الرسمة. هنمشي بنفس الخطوات ديت كده في كل الرسمة، وهنشوف مع بعض هنعملها ازاي، وهرجع لكم في اخر طبقة ونشوف شكل رسمتنا بقى عامل ازاي. وبكده نبقى وصلنا لآخر طبقة عندي في الرسمة، وهيكون اللون في الغالب هنستخدمه مركز زي ما هو من الباليتا، عليه يدوب نقطتين مية بس بحيث انه يخلي اللون يتفرد معايا بسهولة على الرسمة. زي ما احنا شايفين كده انا بحاول اجيب اغمق درجة، وفي نفس الوقت ما تبقاش غامقة بزيادة عن آخر طبقة عندي عملتها عشان اللون ما يبقاش غريب. وبكده نبقى خلصنا رسمتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا، وهسيب لكم الرابط بتاع الرسمة الأولانية للمونوكروم في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو
ولو لأول مرة تيجوا القناة عندي تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة إن شاء الله.